من سويداء قلوبهم طلع صوت الأحرار يناديهم للانتصار، فانتصروا. أقسموا برب النازلات الماحقات أن يكونوا محاربين، فكانوا مقاتلين أمام نجوم هارامبي. أقسموا برب البنود اللامعات الخافقات أن يصعدوا الجبال الشامخات الشاهقات، فصعدوها فوق الأسود. كانوا مثل الجند الثائرين وإلى الانتصار بالعزيمة والروح قائمين، فوفوا بالوعد وكانوا عند العهد أساسيين واحتياطيين. فيا كاتب التاريخ مهلا، رويدك اسمعهم ولا تغلق الصفحات. دون بحبر أخضر جزائري خضرة سهوب متيجة وعنابة ووهران. دون بقلمك الذهبي ذهب واحات تجرت والواد وجنات. دون بحبر أحمر قاني حمرة دمائي بنب العيد وحسيبة. دون في مجلدك، دون بين أسطرك، هذا الثائر ينادي. متعوا ناظركم ببسالة بن سبعيني، وانظروا لرباطة جأش بلحي، اسألوه وسيجيب، إنه بالعمري وماندي من يدافعان عن عاريني. واصل يا تاريخ وأخبرهم عن أفراح نحتها ماجر وعصاد وبلومي، وقل لهم الخلف حاضر ببليلي وقديورة وفيغولي. واصل يا تاريخ بحروف بن ناصر وذكرهم بأن الطفل عمار ياسف خلفه عطال يوسف. وإن تحدثت عن محرز فتوقف وخذ نفس. حطها في الجول يا ريابا، با 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 جول. لأنك يا تاريخ ستروي قصة بطل هو فخر الجميع. مسيرة تواصلت بعد أن عقدوا العزم أن تحيا الجزائر، فشهد العالم عليهم مرددا بالثلاث: فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. ثلاث رصاصات وكأن زابان من أمر، وآدم والناس سمع وانتصر. وفي صراع مع فيلة إيفوارية في غولي سمع بن مهيدي فأصر، وانبولحي للطريق اختصر: إنه عهد العمل. يا كتاب التاريخ في صفحاتك كتبت بقلم محرز مسيرة آخر محطتها كانت التهام النسور، فاستمع لمقدمتك ولا تستعجل غلق صفحاتك، فالخاتمة ستكون مجدا وعزة وأمل، وسندون سويا أروع الكلمات. شكرا، شكرا جزيلا.